مثل ما تابعنا الرابع من شهر شباط هو اليوم العالمي لأمراض السرطان، وضمن مساحتنا الطبية رح نسلط الضوء على هاليوم وين صارت خطوات الطب بمعالجة هالمرض يلي الله يبعده عن كل العالم ويمنح الشفاء لكل المرضى، مع الدكتورة نسرين خازم الاستشارية بالأورام وأمراض الدم. يسعد صباحك. صباح الخير، يا أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكي دكتورة نسرين. يعني مثل ما ذكرنا اليوم العالمي لأمراض السرطان، خبرينا عن اليوم وأيضا عن أبرز أعراض هالمرض. تمام. الرابع من شباط من كل سنة هو فعالية أسستها منظمة الصحة العالمية، هو اليوم العالمي للسرطان. اليوم العالمي للسرطان كل سنة تهدف منظمة الصحة بهذا اليوم، أو خلينا نسميه بهي الاحتفالية أو هي الفعالية، أنه تطلق شعار. هذا الشعار يسعى أو يكون طليعة لشيء كتير منيح بعدين، لنقدر نعمل وقاية من هذا الشيء أو نقدر لمعالجات جديدة أو لشيء. السنة الشعار هو I am and I will، يعني هذا أنا وهذا ما يمكن أن أفعله. يعني أنا بقدر أعمل شيء. رح نبلش من نفسنا تماما لنقدر نتغلب على هذا المرض إن شاء الله. إن شاء الله. كل يوم الطب بيتطور بخطوات جديدة بهالمجال، وين صار العلاج؟ هلأ المعالجات عم تقفز قفزات كتير نوعية. المعالجات الجديدة كتير متطورة صارت. منظمة الصحة العالمية أتاحت أو سمحت بحوالي 130 دواء جديد بالفترة الأخيرة. هدول الأدوية كلها تمانا أدوية كيماوية، هي أدوية بتندرج تحت عدة عناوين، ممكن الأدوية المناعية، الأدوية الهدفية. هاي الأدوية صارت بتأثر على الشيء الأساسي يلي هو يعني المسبب للسرطان. يعني نحن كل فترة العلماء عم بيلاقوا شو هو السبب، تمام، وهذا السبب هو يلي عم يلاقوا له دواء، عم يلاقوا له علاج. يعني على النقطة المعينة اللي سببت أو ببلش فيها حدثيات السرطان، وعم يبلشوا انه يعطوا الادويه تجاه هذا الموضوع. دكتوره نسرين، يعني سوريا رغم الحصار يلي مرت فيه، لكن عم تحاول تواكب كل تطور وكل شيء جديد بما يخص علاج مرض السرطان. اليوم وين وصلنا بسوريا؟ هلا بصراحه اول انجاز اللي نحن دائما نقوله هو انه المعالجه مجانيه بسوريا. يعني هي كثير قليل لحتى نشوفها باي مكان بالعالم. معالجه السرطان ما زالت مجانيه ضمن الامكانيات اللي نحن موجودين فيها لحد الان، ورغم كل المشاكل ورغم كل الحصار يلي تعرضت له سوريا. في ادويه، من الادويه النوعيه الجديده كثير، الادويه المناعيه، الادويه الهدفيه، بتكلف ملايين شهريا، لساتها عم تتقدم للمريض بشكل شهري. طبعا في معوقات نحن ما رح نخوض فيها هلا، كلياتنا بنعرفها، بتمنع حتى احيانا دواء بسيط جدا انه يكون متوفر. السبب مو هو البلد هون، وانما السبب هي الحصار اللي مفروض عليه. لكن يمكن فعاليه هالادويه قديش عم تكون يعني نتيجة فعالة؟ أكيد فعاليتها جيدة. أنا رح أقول لك شغلة كتير أساسية، ما فينا نضل نقول أنه بس الدواء الأوروبي هو الدواء الجيد، والدواء مثلا الهندي أو الدواء اللي مستورد من أماكن تانية ما أنه جيد. لو هذا الكلام صحيح كان كل المرضى اللي موجودين بأمريكا أو بأوروبا هن شفيوا شفاء تام، والمرضى اللي موجودين بالهند ما كان حدا منهم شفي. هاي النظرية أبدا ما أنا دقيقة. دليل نحن ممكن عنا حتى أدوية وطنية، دولة هلأ حتى عم تساعد أو عم تعطي تسهيلات لأي حدا بده ينشئ دواء وطني بخصوص بيعالج السرطان. الدواء هو دواء، ما نخاف من هذا الموضوع. المهم طريقة المعالجة، طريقة تطبيق الدواء، المهم أمور كثيرة تانية. يعني نحن أهم من هاد كلياته أنه نحن نكشف عن المرض بطريقة مبكرة لنقدر أنه ليقدر العلاج يكون مبكر. السنة منظمة الصحة قالت أنه نحن حددت خمس أشياء. هاي الخمس أشياء أو هاي الخمس ركائز إذا قدرنا نطبقها بحياتنا نحن ممكن نعمل وقاية من السرطان من 30-50% من الحالات. طيب ممكن نحكي عنها دكتورة؟ تماماً. هلأ هاي الأشياء أهمها الانقطاع عن أي شيء سيء واللي على رأسه التدخين، المأكولات السيئة والسريعة التجهيز أو الوجبات السريعة اللي هي وجباتنا الأساسية هلأ للأسف الشديد يعني بهذا الوضع. الشغلة الثانية هي ممارسة رياضة.
ممارسة الرياضة بشكل أو خلينا نسميه النشاط البدني. يعني الإنسان حتى اللي ما عنده وقت لحتى يعالج الرياضة لحتى عفوا يمارس الرياضة بشكل منتظم، يمارس نشاط بدني يومي، إن شاء الله لو مشي، إن شاء الله لو حركة ضمن البيت، بس حركة فعالة تكون، مو الحركة الهي. الشغلة الثالثة اللي هي المحافظة على وزن معين، يعني إحنا ما نكسب وزن بطريقة كتير زائدة اللي بنسميه إحنا البي ام آي إنه يكون عالي جدا، لا المفروض هيك. الشغلة اللي كمان مثل ما قلنا إنه ننقطع عن التدخين، نحافظ على طبيعة أكل جيدة جدا. طبيعة الأكل الجيدة اللي هي إنه نحن ناخد خمس شغلات أتقبضة اليد يوميا من الفواكه والخضار. يعني إلى أي مدى دكتورة يلعب نمط الحياة الصحي دور وقائي من مرض السرطان؟ نمط الحياة له دور كتير أساسي. الابتعاد عن الاسترس، ممارسة حياة جيدة، الحياة الجيدة اللي هي بنقول إنه نبتعد عن الاسترس، نتبع الخطوات اللي قلناها قبل شوي، وبنفس الوقت إنه يعني كيف بدي اشرح لك اياها، انه نحن نبسط الامور قدر الامكان. يعني كل ما بعدتي عن الستريس كل ما كان هذا في عندك وقايه من السرطان. الستريس نحن عايشينه للاسف بيومنا تماما. الازمه زادت هذا الوضع عنا، بس هذا الشيء مو بايدينا. نحاول انه نبتعد عن هاي المواضيع قدر الامكان، لانه هذا الشيء بالفعل في وقايه من السرطان 30 ل 50% من الحالات. وناكل ويعني نتبع حياه صحيه قدر الامكان. يعني اكيد هي هلا في نظريات بيكون تمام. شوي سهل، لكن التطبيق صعب شوي، بس انه لما بتتبعي نمط صحي يومي او بتصير عادة تماما. ما تهدفي انه انا لا بس بدي نحف حالي الستات اللي هي. لا انا اهدفي بالنمط الصحي انه انا لا بدي اعيش حياه صحيه اكثر من انه بدي بس الهدف هو التنحيف. مع الوقت بتلاقي انه انت بالفعل حياتك كلها تغيرت وصارت افضل. يعني دكتوره دائما بتم التركيز على الكشف المبكر، بيكون في حملات كتير كبيرة وحملات توعوية، لكن لسه في البعض من السيدات والرجال يمكن ما عم يقوموا ببعض الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن السرطان. اليوم لأي درجة بالفعل يساهم الكشف المبكر بنسبة كبيرة بالشفاء؟ تمام. الكشف المبكر هو العمود الأساسي للشفاء. كل ما كشفنا بشكل مبكر الورم، كل ما قدرنا نقضي عليه بطريقة جذرية خلينا نقول، ونصل على نسبة شفاء عالية جدا. بعدنا عن الكشف المبكر سببه الخوف الأساسي والمعتقدات اللي نحن بنعيش فيها. في معتقدات عنا بالعقل الباطن حتى أو بمجتمعنا دائما لحد الآن بنقول هداك المرض، بنقول هداك اللعين، بنقول كذا. هاي الأمور لازم نلغيها. لحد الآن بنقول في ذكر وفي أنثى، إذا في عنا هيك أفكار مانا صحيحة هي اللي عم تخلينا نبعد عن هذا الموضوع. في عنا خجل إنه نحن، حتى أنا بلتقى أحيانا بمرضى إنه ليش ما أجيتي مثلا، هي شايفة هاي المشكلة، شايفة هاي الكتلة، شايفة إنه عندها مشكلة وعيانة إنه هاي مشكلة ومانا طبيعية هاي المشكلة، إلا ليش ما راجعتينا بشكل مبكر؟ بتقلي الخوف مثلا، ما بدي حدا يقول إنه أنا انصبت بهذا المرض. تخيلي يعني خاف الناس يطلعوا عليها نظرة شفقة مثلا، لا للأسف وهي. حتى أنه نظرة أنه هذا المرض عيب أنه نحن نصاب فيه، هذا ما بنعرف نحن شو عاملين قبل لحتى الله صابنا فيه. للأسف الشديد أنه لحد الآن في مجتمعات منغلقة عنا، أو في مجتمعات صغيرة. الحمد لله الوعي هلأ كتير صار أفضل. الحملة اللي صارت ضد سرطان الثدي أو للكشف المبكر عن سرطان الثدي أعطت نتائج كتير حلوة. نحن مو بصدد هلأ نعرض نتائج، وإنما صرنا نشوف أعمار مبكرة أو بمراحل مبكرة الورم، وهي شغلة عن جد كتير كانت مميزة. لحد الآن بدنا نتذكر أنه في مجموعة من الأورام كبيرة الوقاية منها بنقدر نوقي منها، مثل ما قلت أورام الكولون وأورام المعي. كل ما قربنا على الأكل الصحي واللي هو خضار فواكه، وبعدنا عن الدسم، بعدنا عن الأكلات الجاهزة، بنقدر نعمل وقاية 30-50% من الحالات. سرطان الثدي لما نبعد عن التدخين، لما نحاول نبعد عن الأكلات الجاهزة، لما نحاول نبعد عن التعرض لهرمونات معينة، نبعد عن الاسترس، نكشفه بطريقة مبكرة كمان ممكن نعمل وقاية. الآفات يلي ممكن تكون آفات ما قبل سرطان وتتحول
تحول بحدثيه معينه نتيجه عوامل بيئيه كمان ممكن نكشفها. الورم يلي ما بينكشف عن طريق او ما بنقدر نعمل انه وقايه هو اورام البروستات، بس بنقدر نحن انه نكشف عنه، يعني نعمل له سكرينينج او نعمل مسح ونقدر نكشف هذا الورم حتى ان شاء الله قبل ما يعطي، بتحاليل بسيطه بفحوصات بسيطه جدا قبل ما يعطي انتقالات، وبالتالي ممكن نقدر نحن انه نعالجه بالطريقه هاي. وعلى راس الاورام يلي ممكن نوقي منها هي اورام الرئه بكل اشكالها، الابتعاد عن التدخين، ايقاف التدخين حتى التدخين السلبي، الابتعاد عن العوامل البيئيه اللي كثير فيها مواد كيماويه مثل مواد الاسبستوز، مواد مثلا هي المواد اللي ممكن تاثر وتعمل اورام ضمن الصدر، الابتعاد عنها قدر الامكان ممكن يعمل وقايه شديدة جدا ضد سرطان الرئة، واللي نحن بنعرف انه للاسف هو القاتل الاول بالاورام السرطانية. دكتورة، ممكن نحكي عن نسب وارقام بعد حملات التوعية اللي عم بتصير كل سنة وبعد يوم العالمي للسرطان، شو هي النسب والارقام والشفاء اللي عم تصير معنا؟ هلا بسبب حملات توعية، هلا نحن عنا بسوريا ما في شيء خاص تماما، اكيد في مكتب الاحصاء يلي بوزارة الصحة، السجل الوطني للسرطان عم يشتغلوا شغل كثير جبار، ان شاء الله النتائج بتكون قريبة جدا بالمشاركة مع الوزارات المعنية بهذا الموضوع. الشيء اللي بدي اقول لك اياه، الشيء المؤكد انه هلا الاحصائيات الجديدة العالمية بتقول لك صحيح في زيادة بنسب حدوث سرطان، سببه زيادة الكثافة السكانية، سببه كمان انه سببه زيادة مثل ما قلت لك التعرض لعوامل كيماوية، سببه طبيعة الحياة، يعني نحن كل ما عم نبتعد عن بس حياة احصائيات بتخوف دكتور، عم بيقولوا مثلا ب 2020 19 مليون حينصابوا بمرض السرطان و11 مليون حنخسر منهم، شو رأيك بهالارقام والاحصائيات؟ هلا هي الارقام ممكن تكون هيك اذا بدون علاج، عرفتي، بس اما بالمعالجات الجديدة لا، كل ما انا عم تخف. هلا الشيء المؤكد تماما وهذا الاحصائيات العالميه انه نسبه الوفيات من السرطان رح تخف، نسبه المرضى يلي بقيوا عايشين بعد 5 سنين كمان زادت كثير مقارنه بالسابق، يعني نحن عم نقدر نحصل على نتائج جيده وعلى يعني نسب حياه فترات اطول، واهم شيء انه نحن نسبه النجاه من السرطان عم بتزيد مع الايام، اهم عامل مثل ما قلت لك هو الوقايه من السرطان، هو الكشف المبكر عنه لتقدر هاي المعالجات تكون بالفعل معالجات بقصد الشفاء وليست معالجات بقصد اشياء ثانيه منها تخفيف اعراض المرض او للاسف من هي. نحن الحملات اللي عم تصير عنا هون بالبلد، اكثر شغله انا لقيتها فادت هي انه قدرنا نوصل لوعي افضل بكثير، تشخص الحالة أو عم تشخص عند الحالة بطريقة مبكرة أو بمراحل مبكرة، وهذا الشيء هو أساس تماماً للشفاء إن شاء الله التام. يمكن دكتورة نسرين بالسنوات الأخيرة وقت نسمع حدا منصاب بمرض السرطان عم نقول يا الله شو عم نسمع كتير أشخاص عم ينصابوا، كأنه زادت النسبة، هل هي زادت بالفعل ولا الكشف عنه مبكرا زاد؟ هلا هو زاد للأسف، السبب صرنا عم نشوفه أكثر، أول شيء صرنا عم نسمع فيه بطريقة أكثر، يعني من زمان ما كنا نسمع، هلا وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت بهذا الشيء، يعني أنت صرتي تسمعي عن حدا ممكن صار لك زمان كثير ما نكشف شايفتي، بس هلا لا صار في صرنا عم نرجع نلتقى فيهم، فنحن عم تهيئ لنا انه عم نسمع، بس للحقيقه هو زايد، يعني هو زاد، ومثل ما قلت هو سببه التلوث، سببه التعرض الكثير كبير للملوثات، الملوثات اللي نحن عم ناخذها بشكل يومي سواء عن طريق التدخين، عندنا بالمجتمع زياده الارجيله، ظاهره الارجيله يعني بأعمار صغيرة حتى مبكره كثير، هذا كمان اثر، ونفس الوقت الزياده السكانيه نفسها، يعني نحن صار في عنا تضخم بعدد السكان او ضخامه او زياده واضحه تماما، وبالتالي اكيد هذا الشيء من الامراض يلي بدها تزيد وصرنا نسمع فيه بطريقه، بالاضافه لطرق الكشف الكثير عنه، بالاضافه للوعي ضد هذا الشيء، يعني العالم صارت وعيانه، صار اي عرض منه طبيعي عم بيراجع الطبيب وعم ينكشف المرض عنده للانسان، طبعا هذا الشيء سببه كمان انه طرق الكشف عنه تحسنت، صرنا بنكشف بطريقه
طرق كتير أفضل من قبل. مثل اليوم هو اليوم بيجمع بين كتير أشخاص من العالم عم بيحاولوا مقاومة هالمرض، وكتير عم بيصير عنا مبادرات مثل العالم عم تتضامن مع مرضى السرطان بحلق شعر راسها وكذا. قديش هذا الشيء بيأثر على نفسية الأشخاص المصابين بمرض السرطان مثل اليوم؟ أنا بقول لك شغلة كتير أساسية، الطاقة الإيجابية اللي موجودة عند مريض السرطان ما موجودة عند حدا تاني. أول مرحلة ما تلومي لمريض السرطان لما بيكتشفوا المرض عنده، هاي المرحلة هي ردة الفعل الطبيعية، الهروب من هذا الشيء. المفروض هاي المرحلة ما تكون طويلة كتير. المرحلة اللي بعدين هي الأساس، دفاعه رغبته بالحياة للمريض، إرادته القوية. كل ما كانت نفسيته أفضل كل ما قدر يواجه هذا المرض بطريقة أفضل. الحملات الداعمة كتير عم بتفيد، في حملات كتير عم نشوفها على الفيسبوك، جروبات كتير حلوة عم تعطي طاقة بطريقة ما معقولة، عم تعطي حتى إلي مثلا. أنا لما بتابع هاي الجروبات بقول ما شاء الله إنه عن جد معقول في ناس صغار عم بيقصوا شعرهم تعمل حملة أبيض بالسرطان، قديش شيء حلو. وخصوصا هلا بوجه تحية كتير كبيرة لجمعية بسمة لكل شيء عم تعمله، لا بما إنه هذا الشهر كمان هو شهر التوعية ضد سرطان الأطفال، الحملة تبعهم هي اللي عم تكون هي الشغلات البسيطة كتير. مثل ما قلتي حضرتك إنه قص الشعر تعمل مفعول كتير عكسي. أنا عندي مريضة إخواتها كلياتهم حلقوا شعرهم مثلها، عرفتي لما صار عندها تساقط أشعار. هالشي ما بتصدقي قديش أعطاني دعم، أعطاني أنا نفسها كطبيب لإلهم، هن أختين يعني المصابات، أعطاني طاقة كتير كبيرة. بدل ما أنا أعطيهم هاي الطاقة الإيجابية وحاول قويهم، حسيت قديش هن عائلة متكاتفة وقديش عطوها لأختهم هذا الدعم الكبير لأختينهم التنتين المصابات. يعني شغلة كتير حلوة، هي أشياء بسيطة بس بتسبب لهم كتير سعادة، وممكن إنه تعطينا شيء كتير كبير. يعني للأسف دايما المجتمع بيكون له تأثير كتير كبير، وأوقات بيكون سلبي تجاه المصاب بمرض السرطان، يعني عم بيكون التعاطف زايد، المشاعر يمكن فيها شوية مبالغة. اليوم كيف فينا نتعامل مع مريض السرطان، نرفع له من معنوياته وبنفس الوقت ما نحسسه أنه هالدعم هذا هو يمكن أوقات بيكون مزيف؟ تماما. احيانا الدعم بيعطي شيء سلبي بالعكس، يعني بيعطي تاثيرات سلبيه بدل ما يكون هو فاعل. الاهتمام الزائد بطريقه مبالغ فيها او بطريقه فيها شفقه بتاثر سلبيا على مرضى السرطان، وهذا صار مثبت علميا. يعني هذا ما عاد عم نحكي نحن حكي بس هيك، حكي مثل ما بنقول حكي عادي، لا للأسف هذا الشيء أنا دائما بخبر المرضى إنه بعد عن أي إنسان بيشعر تجاهك بالشفقة، بيشعر تجاهك بالعكس، خليك أنت القوة، خليك مصدر قوة للي حواليك. هذا المرض انصبت فيه بس هذا المرض أنت رح تشفى منه، الحياة كلها رح تتغير بعد ما بتشفى، رح يمكن صرنا نحس بطعمة الحياة بطريقة تانية. كل ما كان المريض قوي واللي حواليه قووه أكثر بدل ما يشعروا تجاهه بالشفقة. ما بدنا نقول بقى أنه يا حرام مصاب بالسرطان، لا، السرطان صار هو مرحلة، هو مرض بيشفى. بس نتذكر هاي القاعدة، هاي الشغلة كتير رح تفيدنا، رح تقوي للمريض أكثر ورح تساهم بشفائه أكثر بكتير. أنا بقول لهم شغلة كتير بسيطة، كتير المريض أول ما بيجي بزورني مثلا أنه دكتورة رح يشفى هذا المرض، أنا بقول له أنت رح تشفى إن شاء الله، بس مثلا مريض السكري ما بيشفى. نحن الهدف من المعالجة أحيانا حتى لما بوجود في انتقالات بقول له أنه نحن نحول هذا المرض لمرض مزمن، أنت تتعايش معه، ولما الله بعدين بده ياخذ أمانته فيكون لسبب تاني ما دخله بالسرطان. إذا حتى المراحل المتقدمة كتير من السرطان ممكن هلأ بالأدوية الجديدة إنها تشفى، ممكن إذا المريض عن جد عنده إرادة إنه هي، ممكن إذا المريض بعد عن الشيء اللي عم نقراه بالنت بطريقة كتير عشوائية، والله أنا إذا قطعت السكر بدي جوع الخلايا السرطانية، أنا بدي أقطع البروتين، أنا كذا، هي للأسف أشياء ما أنا دقيقة كتير. ممكن نحن نقطع السكر، أكيد الخلية السرطانية بتستخدم السكر بس كمان خلايا الجسم تبعنا كمان بتستخدمه. يعني نحن بحاجة هلأ العلم الجديد كلياته إنه كيف نقوي الجسم لحتى هو نفسه يحارب السرطان. تمام، يعني الأدوية المناعية الجديدة إنه نحن كيف نقوي مناعتنا، كيف نقوي خلايا جسمنا لحتى هي نفسها تقاومه أو تمنع
تحوله من عافية ما قبل سرطانية لعافية سرطانية. يعني الله يشفي كل المرضى وإن شاء الله نفسيتهم تضل قوية لحتى يوصلوا لنهاية العلاج يلي يكلل إن شاء الله بالشفاء. شكرا كثير دكتورة نسرين على كل المعلومات اللي أعطيتينا إياها اليوم. شكرا إريج وشكرا لتواجدي معكم، أنا كثير بكون سعيدة لما بكون موجودة، وشكرا لجهودكم كثير. متشكرك كثير دكتورة نسرين خازم لوجودك معنا. شكرا، أهلا وسهلا فيكم. شكرا. أما هلا سمر رح ننتقل للفروات وتسميات محلية متنوعة من الدشداشة والنصية، ويطلق على العاملين بهالحرفة اسم الفرواتية، وهي حرفة امتهنتها سوريا منذ مئات الأعوام وأصلا من البادية السورية والمناطق الصحراوية، حيث ينسب المؤرخون عمر هذه الصناعة إلى آلاف الأعوام. تفاصيل أوفى عن صناعة الفروة ودباغتها مع زميلنا أحمد صادق بحلب.